الثالثة يمين. قلت لي يا أحمد الأغنية دي أنت عاملها بقالك سنتين تقريبا. بقالي حوالي سنتين كانت الأغنية معمولة بعد ماتش الكاس بتاع الجونة اللي كان وادي دجلة والزمالك. كنت في العربية راجع في الطريق، كنت بتفرج مع الناس صحابي ولقيت المشجعين الزملكاويه يعني بيشجعوا وبتاع، فكتبت في الاغنيه. لان انا كنت الكاس اللي قبليه كان عمر جابر وهو صديق من الطفوله يعني كان معانا في المدرجات، والماتش بتاع وادي دجله ده كان هو بيلعب. فافتكرت بقى لما كنا في الثالثه يمين انا وهو بنشجع وبتاع، كنا مع الجمهور والسنه اللي بعديها او السنتين اللي بعديهم يعني كان هو بيلعب في الملعب، فكتبت الاغنيه ولحنتها انا في العربيه وانا راجع. من سنه ونص. وما طلعتش للنور بقى غير لما الزمالك كسب. لا الحقيقه انا ما كانتش هتطلع للنور خالص يعني، كنت مسامحة للناس أصدقائي وكده. وبعدين في من ضمن أصدقائي منتج صديقي اسمه أحمد بنداري. أحمد بنداري أول لما سمعها قال لي أنا هصور الأغنية دي. قلت له أنت بتتكلم جد؟ قال لي أه والله بتكلم جد. أهلاوي هو ولا زملكاوي؟ زملكاوي جدا. طيب. وقال لي بس المخرج أهلاوي سمعت؟ قال لي قال لي هيجيب لك أستاذ أحمد المهدي يعملها لك. فقلت له أنت بتتكلم جد؟ هجيب أهلاوي وهجيب أهلاوي وهيبقى ليه نفس قوي يعني ولا هيعملها كده؟ عايز أقول لك إن ده أكتر لا أعملها بنفسي بصراحة. يمكن أكتر كليب أستاذ أحمد المهدي تعب فيه، إحنا حوالي 18 ساعة بنصور. ففعلا تعب، وكان في رمضان يوم جمعة إحنا كلنا صايمين وفطرنا في الاستاد. فأستاذ أحمد المهدي كان أهلاوي. عمار خاطر اللي عامل ميكساج للاغنيه اهلاوي. طب يا جماعه ايه اللي ناقص؟ اعتقد سعيد كمان برضه كمان جت تقريبا اللي طلع في الاغنيه كان اهلاوي. بس شيكو دي او بي اللي هو مدير التصوير زملكاوي. طب الحمد جدا لله. حتى النخاع يعني. بس اظن برضه وانتوا بتصوروا الامر ما يخلاش برضه من شويه كده. لا طول ما طول الموضوع كان في مناكشه يعني، طول ما احنا شغالين كان يقول له حلو الكادر ده بس تحسه اهلاوي شويه، يقول لا الكادر حلو عشان زي كده مش عارف ايه، وتلاقي الناس عماله ايه تدخم على بعض يعني، بس في اطار ايه؟ في اطار لطيف يعني.